اليوم الواحد كألف سنة، يوم القيامة الشهير المذكور في كتاب النبي زكريا من 2600 سنة، بيقول لك: ويكون في ذلك اليوم إنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروفا للرب لا نهار ولا ليل، خارج حدود التقويم، لا نهار ولا ليل، خارج حدود التقويم. بل يحدث إنه في وقت المساء يكون نور، ويكون في ذلك اليوم إن مياه حية تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي في الصيف والخريف تكون، ويكون الرب ملكا على كل الأرض في ذلك اليوم، ويكون الرب وحده واسمه وحده. الرب يسوع نازل على السحاب على جبل الزيتون، والجبل هيتشق نصين، حرفيا هيتشق نصين، وهتتم النبوة اللي مكتوبة أيضا في كتاب زكريا: وينظرون إلى الذي طعنوه. الله هو اللي بيتكلم، بيقول: وينظرون إلى الذي طعنوه وينحون عليه كأنهم ينحون على ابنهم البكر. طعنوه فين؟ طعنوه على الصليب. هو جه وقدم نفسه فدية عن البشرية، والشعب اليهودي رفضه. والله أقامه من الأموات، أم الأموات وفتح الموت، وكل اللي بيؤمن بيه بيخرج وراه من الموت. أنت آمنت بيه اليوم تخرج وراه من الموت وتتولد الميلاد التاني، لكن العالم كله رفضه، العالم كله رفضه. فينظروا إليه اللي طعنوه، نازل على جبل الزيتون، ملك اليهود الأعظم، ملك كل الديانات التلاتة، ملك كل العالمين، الملك المعظم، ويقيم ملكوت السماوات، وهيلم كل المساكين، الغلابة، الشحاتين، الناس الضعفة، كل المؤمنين بيها يلمهم من كل الأرض ويديهم الملك على كل الأرض، يديهم الملك على كل الأرض، ويطرح تحت أقدامهم الملوك والرؤساء والسلاطين، ويعطيهم الملكوت من أرض أورشليم. الصين هتسمع خبره، وأمريكا هتسمع خبره، وكل الدنيا هتسمع خبره، وهتكون صورته على قنوات الأخبار، ويكون خبر ورا خبر، خبر ورا خبر، حسب المكتوب أيضا في الصفحة رقم 14 في نفس السفر: وذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهى بالبيوت، ويخرج نصف المدينة إلى السبي، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حرب ويوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من الوسط نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. اللي انا بقوله لك مكتوب في الانجيل، ما بكلمكش من نفسي، خلاص الوقت قريب، احنا الجيل اللي هيشوف كل ده، احنا الجيل اللي هيشوف كل ده، انت عارف كده وهو عارف كده، واحنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل، كلنا عارفين كده، كلنا عارفين ان القيامة هتقوم بعد ساعات معدودة، لكن بنتهاون. انا ما بقولكش وقف زرع وحصد في الارض، او سيب شغلك، او تهاون في الحياة لان العالم هينتهي، لا، انا بقولك غير توجه قلبك من الظلمات للنور، وقدم التوبة على دم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فيكون ليك حياة ابدية ويكتب اسمك في سفر الحياة. دلوقتي بخيرك بين الحياة والموت، فاختار الإيمان بالرب يسوع فتحيا، لأن كل اللي أنكر يسوع المسيح لن يكون له حياة، حسب المكتوب في الإنجيل. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.